مسعود زكار، الاسم الثوري رشيد كاظم. حين يدون التاريخ أفضال الرجال، لا يذكر الرجال إلا الرجال. قد تغيب عنا الأسماء، تضمحل الصور، تتشابك الخيوط والدوائر، وتصيبنا حالات الهذيان، ببساطة لأننا أردنا ذلك. هي خصال الرجال، والجزائر كبيرة بهم، وعطر ذكراها من حناياهم. رشيد كاظم عندما كان الجزائري يأكل بلبو، ففضل أن تكون بواخرها من سلاح يذود بها الجزائري على نفسها. وتاريخ الرجل لا نزايد، هذا ما عرفناه عنه. أما ما لا نعرفه فهو أكبر، كبر الثورة الجزائرية. ملي كنا صغار وحنا احباب صحاب، قرينا مع بعض. وين قريتو؟ قرينا في الشكول هذه هنا نتاع الدار نتاع هذه اللي هنا نتاع اسمه اللي من قبل الجامعه، من قبل الامير. قرينا مع بعض حتى قريب للسيزيام وحنا نقراو مع بعض. فتره تاع القرايه هذه كيف كانت الحاله الاجتماعيه تاعك تاع زوكار؟ كيف كانت الحاله الاجتماعيه؟ فقراء، مساكن فقراء، ونروحوا حفايا نقراو، فقراء كبيره مش صغيره. ايوا نروحو مسكين، بقى هكذاك واحد كان فقير بزاف، موش غير شويه برك. وكنا ديما نتلمو ثما، وساعات ناكلو في الشكوله، ناكلو ثما في لاكونتين مع بعض. خطينا القرايه ولينا الامريكان، نبيعو نشريو معاه في هذاك في القش، في الدخان والدنيا، كتعرف الذر هذيك. ومن بعد خلصنا خلاص هذاك امريكا، ولينا نخدمو في الحلوى. تغروا ديناميك بحال يصدم، وين ما كان شيء يصدم يصدم من بكري تتنبون هم تمرمد في البغ ميديريا، ولا ختم على روحه، والحمد لله وخدا تاريخه. لكن نقول لك انا التاريخ تاعه وراه بتويرا ما عندك. لكل مدينة رجالتها، والعلماء عندها رجال حافظوا على الذاكرة وحافظوا على تاريخ مدينة كاملة. سعيد قطالي زايد في 1920. العلماء كانت قرية صغيرة ياسر، كانت سكانها من بعد ولو 8000، ولكن قبلها ما كانش 4000. وكانوا العلمة كان فيها المعمرين ياسر، الأراضي الخصبة البلاعة البازر كذا، كل كانوا ماكينها المعمرين. والشعب كان فقير، الشعب كان فقير ياسر، ما عندوش خلاص. الشعب كنا ما عندناش، كنا الناس كي تلحق المعيشة راهي قوية، ولكن الناس عندها تضامن ومحبة لبعضهم، هذا يهز هذا، يعني الناس مش مخلية بعضها. الحركة السياسية كانت عندنا أصحاب البيان، يعني نتاع فرحات عباس اللي كنا احنا منهم، وكان عندنا الفيفيا، وكان عندنا اللي مساليس قبل ومن بعد اللي مساليس مشوا، وكان جمعية العلماء.
الحركه نتاع البيان اليدما تاع فرحه عباس كانت مطبقه مع جمعيه العلماء، يعني المام منظر. كان ان 43 في الديباركمون دي زالي جاو الامريكان هنا، كي جاو الامريكان هو كان صغير وكذا وطايشين مع الامريكان باش ينحيوا الدخان يديروا كذا الى اخره ويتعلموا الكلمات تاع الامريكانيه. تعلم هو اللغه الامريكانيه، تعلم ياسر من الفكره هذيك، وهذيك الفكره نفعته. ولا من بعد كي يروح يهدر كورامون اون انجلي. ومن بعد جاء وقت هكذا رحت انا الوهرن في الثوره بالذات. مازالت الثوره في ذاك الوقت. رحت سيدي انا للوهرن، بقيت نخدم في الحلوى ثم مع واحد السيد هكذا، هو يجيني ديما عندي، وقاعد عندي ثم قاعد انا وياه مع بعض مدة كبيرة، وانا اكثر من 5 سنين وحنا مع بعض قاعدين مع بعض. اما لا هو يجي الكاميون الحلوى وحنا نرقد ثم ناكلوا ثم ناكل نرقد انا وياه ثم. حتى واحد النهار جاو هزوني انا وياه في وهران، داوني انا وياه الكوميساري بيتين وللصباح. وش المنطقة هذه؟ في المنطقة هذه؟ في وهران بدا، في مدينة جديدة. في ذاك الوقت سيتي عفوا الله مش فيت 52 هكذاك 52، وكانوا عندنا يحرزوا فينا، كانوا ديما عند موسى. ما لو طلقنا واحد السيد الحق هو عشيرنا هذاك، هو اللي طلقنا من الحبس اللي قال لهم خاطين تاع كوميرس كيف تديو فيهم خاطر. قالوا له راه جيلاني حميده راه يجي لعندهم وراه يجيب لي تراكت، وهما ما يعرفوا وهرم وهما اللي راهم يسدوا في لي تراكت. شكون هو جيلاني حميده؟ حميده جيلاني هم العلماء، هم يعرفوه معروف كل مجاهد كبير مش صغير. هو كان تاع بي بي اوش. ما لا جاو قلنا له احنا ولد بلادنا صح جانا، خاطر حرزوه بلي لا سورتي بلي جا ثم ما كذبناش. قلنا له جا بصح على بالنا واش كاين يجيب، والله ما على بالناش. قال سي على بالكم انتم اللي راكم يعطيكم لي تراكت، وانتم اللي تروحوا تمدوهم للجماعه الكبار. قلت لهم انا ما كانش منها هذه، احنا خدمنا منها. هو قاعد معايا ثم، هو تجي السلعه من العلمه تجي ثم. مده من الزمان وليت انا الساعه عندي، انا كان يقعد عندي ياكل عندي يرقد عندي كلش عندي في الحانوت هذاك دايرين لا سوبونت الفوق يرقد من عندي وقاعد عندي. بمدة وقت رحت انا يا اخي جيت انا، ومن بعد قلت انا بركاني من واحد انا نروح العلمه خير واش نقعد ندير انا هنا. قال لي ما غادي نبيع الحانوت، قال لي بيعوا لي انا بعتوا له مسؤول. قلت له معليش ديه انت خير من واحد ده. جيت انا روحت هنا مدة كبيرة وسقسيت عليه، قالوا لي سعود راه خطا وهرنا وفي المروك. الملاقاة تاع نوم مسعود زكار يعني ما كانش يعني مبرمجة ولا كانت يعني هكذاك على غرة. أنا كنت في الجبل، جويت عن الصفراء تبليسيت، في الوقت اللي تبليسيت دخلت الوجدة مروك. مالا دخلت للسبيطار، قعدت شهر في السبيطار تاع وجدة في المغرب. من بعد خرجت من السبيطار، كنت مع واحد من بلع عباس. تش في ذاك الوقت النظام ثم تاع الجبهة، في ذاك الوقت الجنود كي يدخلوا من الجبل هكذا بيسين ولا حاجه يفرقوهم عند السيفيل، عند الناس الجزائريين اللي قدم اللي يسكنوا في المغرب. من جملتها هنايا انا وكان واحد بن عباس وواحد من جهه الصحراء، في ثلاثه جنود جمعونا داونا الدار تاع ولد عم بوتفليقه. ولد عم بوتفليقه هذا يسكن ثم قديم. داونا ثم نقعد قاعدين ثم عنده في الدار مده شهر. هيا المهم قعدنا ثم
واحد النهار انا قاعد هكذا برا قدام السيد هذا بوتفليقه محمد هذا عنده حانوت نجي انا ساعه هكذا العشاء نقعد هكذا تولو نجي نشوف في الطوموبيل فيه واحد السيد نعرفوني انا نعرفو من زمان من العلمه في الطوموبيل دار من ثم هذا حبسته قلت ولدي انت فلان قال لي ايه في ذاك الوقت كنا ما على بالناش مسعود وراه احنا هذاك ما على بالناش مسعود وراه قلت له يرحم ولدك مسعود مش هنا وراه مسعود قال لي ولدي ما على باليش قال لي وانت كيفاه وراه قلت له هاي القضيه نتاعي كيفاه راني هربت من الارمي وطلعت للجبل ومن بعد دخلت انجليزي هاي كيفاه الغزو نتاعي قال لي وراك دوكا قلت له عندك فلان ما قعدش يقول لي في مثل مسعود على بالي بيه ولا ذاك جو واحد اليومين من بعد جا مسعود ليا ثما هذه هي يعني الملاقاه نتاعي ما بين منو مسعود قيل من ثم من بعد كساعه انا رحنا ل هو في ذاك الوقت كان عنده لوزين تاع سلاح كنتو تعرفوا بلي عنده لوزين تاع سلاح في ذيك الفتره ها كنت تعرف في ذيك الفتره بلي عنده لوزين تاع سلاح كنت على بالك بلي عنده فتره لوزين تاع سلاح حتى تلاقيت انا وياه من قبل ما كنتش على بالي انا حتى تلاقيت انا وياه اما انا هو كان في ذاك الوقت يدي واش الجنود صح سايك حتى الجنود ولا ذاك يجيبوهم يروح في مثل ذاك يجيبوهم ما انا جا ليا قال لي ولدي ها كيفاه هو كيفاه قلت له ما على باليش قال لي باش تروح معايا لكازابلانكا اللوزين نتاعي هذيك ما انا مشى هو في هذيك مع الجماعة مع القادة ثم نتاع الجيش وهذيك ما على باليش كيفاه دار هذاك المهم من ثم مشينا للدار البيضاء انا نخدمو في السلاح في الوزين تاع السلاح هذا الميزه نتاع هو عنده واحد الميزه السر حياته طول هو عايش في السر ما يتحبش باش يحوج كريضي الظهر يحوج لا كلونديسينيتي كيما نقولوا حنا بعدا يعني عايش في السر انسان كيما قلت عنده واحد الذكاء خارق العاده يعني في الحقيقه الناس اللي يعرفوا تربوا معايا احنا على كل حال احنا تلاقيتنا وياه هو على بالك واكثر مني انا ما عشت معاه السنين هذو اللي تاه فيها شغل برك قبل ما نعرفه هكذا بصح ما عشت معاه ولا حاجه مي قلت لك عنده ذكاء خارق العاده انسان يتحذر بزاف ما عندوش باش يقولوا ما يهمش حتى فيه باش يقولوا ومام هذا اللوزين تاعو في الدار البيضاء تلمو السر اللي عنده هذيك مغاربة يسكنوا مسامينا ما على بالناش هذا اللوزين هذا واش فيه ولا واش هذيك وكانوا جماعة يجيو ثما كانوا على كل حال كيما بوميديا كيما بوتفليقة كيما جماعات كيما فرحات عباس كيما جماعات يجيو ما يخطيوش ثما الأعمال البطولية عديدة سرية منها وظاهرة منها ما ذكرها السيد وزير الداخلية تحوت قبلية رئيس جمعية المالك في الذكرى 21 لرحيل مسعود زكار حيث أدلى بتصريح أشاد فيه بدور الرجل في شراء تجهيزات الاتصال المستعمل من طرف الأمريكيين في قاعدة بالمغرب وهو عبارة عن وسائل بث إذاعي بحري هربت من منطقة الناظور واستعملت لإذاعة صوت الجزائر وذلك في 16 ديسمبر 1956. هي أصل تاع الإذاعة هذه كانت في لاباس تاع الأمريكان في الدار البيضاء هي ميتر كبير من الأمريكان بعد في جويه 59